بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. كتاب الحديث للإمام محمد بن عبد الوهاب يرحمه الله، يشرحه ويعلق عليه معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. الحلقة 22. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات المستمعون والمستمعات الكرام إلى هذه الحلقة الجديدة من سلسلة دروسنا ومجالسنا في شرح كتاب الحديث للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، والذي يتفضل بشرحه وبيانه والتعليق عليه معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، الذي نرحب به في مطلع هذا اللقاء. فأهلا ومرحبا بمعالي الشيخ. حياكم الله وبارك فيكم. حياكم الله معالي الشيخ. نستكمل ما كنا قد توقفنا عنده في باب التيمم، إذ قال الإمام محمد رحمه الله تعالى: وعن شقيق قال: كنت عند عبد الله وأبي موسى فقال: يا أبا عبد الرحمن، إذا أجنب ولم يجد ماء كيف يصنع؟ فقال عبد الله: لا يصلي حتى يجد الماء. فقال أبو موسى: فكيف تصنع بقول عمار حين قال له النبي صلى الله عليه وسلم: كان يكفيك. قال: ألم تر عمر لم يقنع بذلك منه؟ فقال أبو موسى: فدعنا من قول عمار، كيف تصنع بهذه الآية؟ فما درى عبد الله ما يقول، فقال: لو أنا رخصنا لهم في هذه لأوشك إذا برد على أحدهم الماء أن يدعه ويتيمم. فقلت لشقيق: فإنما كره عبد الله لهذا. قال: نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. هذا الحديث برواياته في موضوع من أصابته جنابة وكان الماء باردا يخشى على نفسه منه، ماذا يصنع؟ الذي ورد أن عمرو بن العاص رضي الله عنه كان في سرية فأصابته جنابة، فخشي على نفسه إن اغتسل أن يصاب بالمرض، فتيمم وصلى بأصحابه. فلما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم أخبره بذلك، فقال له صلى الله عليه وسلم: صليت بأصحابك وأنت جنب؟ قال: يا رسول الله، تذكرت قوله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا أصل في أن من وجد الماء باردا ولم يجد ما يسخنه به خشي على نفسه إن اغتسل به أن يصاب، أن يعدل إلى التيمم. وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده وتخفيفه عنهم. نعم. وفي حديث عمار: فضرب بكفيه ضربة على الأرض ثم نفضهما. وفي رواية: ونفخ فيهما ثم مسح بهما ظهر كفه بشماله أو ظهر شماله بكفه ثم مسح بهما وجهه. وفي رواية: فمسح وجهه وكفيه واحدة. نعم. وهذا فيه صفة التيمم، وأنه يضرب الأرض بيديه ثم يمسح وجهه ببطون أصابعه ويمسح كفيه براحتيه بضربة واحدة، هذا هو الأفضل.
وإن جعل ضربة يمسح بها وجهه وضربة أخرى يمسح بها كفيه جاز ذلك، ولكن الأول أفضل وهو المشهور. نعم. وقال الحاكم: على شرطهما وفيه شاهد قصة الرجلين اللذين تيمما ثم وجد الماء في الوقت فأعاد أحدهما فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال للذي لم يعد: أصبت السنة وأجزأتك صلاتك. وقال للذي توضأ وأعاد: لك الأجر مرتين. نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذه القصة، في قصة الرجلين اللذين تيمما في أول الوقت وصليا ثم وجد الماء في آخر الوقت، أحدهما توضأ وأعاد الصلاة، وهذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أصبت السنة. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لك الأجر مرتين، لأنه اجتهد واحتاط. ولهذا جاء في الحديث: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد. فهذا الذي أعاد الصلاة وأعاد الوضوء في آخر الوقت ولم يقتصر على الصلاة التي تيمم لها في أول الوقت، قال له صلى الله عليه وسلم: لك الأجر مرتين. وقال للذي لم يعد واقتصر على الصلاة الأولى بالتيمم: أصبت السنة، لأن السنة أنه لأن السنة أن من أدركه الوقت ولم يجد ماء فإنه يتيمم ويصلي، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، إلى قوله: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، وفي الآية الأخرى: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. فالتيمم الأفضل أنه يكون بضربة واحدة يقسمها بين وجهه وكفيه، ولا فرق في ذلك بين الجنب ومن عليه حدث أكبر ومن عليه حدث أصغر. نعم. وفي حديث عائشة: فأدركتهم الصلاة وليس معهم ماء وصلوا بغير وضوء فأنزل الله آية التيمم. نعم. أنزل الله آية التيمم في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. وفي سورة النساء أيضا مثلها آية التيمم. نعم. باب إزالة النجاسة. إزالة النجاسة أي النجاسة الحكمية، وهي النجاسة الطارئة على محل طاهر، هذا يقال له متنجس ولا يقال له نجس، بل يقال له متنجس. فهذا هو الذي يزال بالماء، وأما النجس فلا يمكن إزالة نجس العين، ما يمكن إزالته. نعم. عن أسماء قالت: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيضة، كيف تصنع؟ قال: تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. نعم. الصحابيات حالة فقر، وليس للواحدة منهن إلا ثوب واحد تتحيض فيه وتطهر فيه، فسألنا النبي صلى الله عليه وسلم في أنها يصيبها دم الحيض، ويصيب دمها يصيب ثوبها، النبي صلى الله عليه وسلم أرشدها أنها تحته، يعني تحت الدم المتجمد على الثوب، ثم تقرصه يعني تفركه في الماء، ثم تنضحه
يعني تقرصه تفركه لأجل أن يخرج ما بداخل النسيج من الدم، تقرصه يعني تفركه في الماء، ثم تنضحه بالماء حتى يطهر ظاهرا وباطنا، وبذلك يطهر ويزول عنه النجاسة، وتصلي فيه الحمد لله. نعم. أمر بصب ذنوب من ماء على بول الأعراب. بينما النبي صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد هو وأصحابه، جاء أعرابي فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد تحجرت واسعا، تحجرت واسعا. كلمة من أعرابي جاهل. النبي صلى الله عليه وسلم قال له: لقد تحجرت واسعا، لأن رحمة الله واسعة. ثم هذا الأعرابي تربى في البادية، وكانوا في البادية ما يبعدون في التبول، إنما يبعدون في الغائط، وأما التبول ما كانوا يبعدون فيه. تنحى في ناحية المسجد وتبول فيه، فهم الصحابة به أن يوقعوا به، فمنعهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: دعوه. فتركوه حتى فرغ من بوله. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء، الذنوب يعني الدلو، الدلو المملوء بالماء، فصبه عليه. فهذا فيه بيان تطهير الأرض إذا تنجست، وأنها تكاثر بالماء، يصب عليها الماء الذي يذهب بالنجاسة، ويكفي هذا والحمد لله. هذا فيه صفة تطهير الأرض المتنجسة، وأنها يصب عليها ماء كثير بالنسبة للبول بحيث يغمره ويزول بذلك. نعم. وفي حديث خولة: قلت يا رسول الله إن لم يخرج الدم، قال: يكفيك غسل الدم ولا يضرك أثره. يعني لون الدم قد يصعب مع شدة الغسل والفرك، قد يبقى لون الدم. فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: لا يضرك أثره إذا غسلته ولم يذهب لونه بعد الغسل والفرك، فإن هذا لا يضر. هذا أعجز، فإذا أعجز زواله فإنه يترك. نعم. وعن معاذة قالت: سألت عائشة رضي الله عنها عن الحائض يصيب ثوبها الدم، قالت: تغسله، فإن لم يذهب أثره فلتغيره بشيء من صفرة. قالت: ولقد كنت أحيض عند رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 حيض جميعا لا أغسل لي ثوبا. نعم، هذا فيه بيان حالة الصحابة وفقر الصحابة، وأن المرأة يكون عليها ثوب واحد تحيض فيه وتطهر فيه وتصلي فيه، وأن الأمر واسع في هذا، ويكفي أنها تغسل الدم وتجتهد في غسله، فإذا أعجز بقاء اللون فإنه لا يضر أثره بعد الغسل. نعم. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا وطئ أحدكم الأذى بنعله فإن التراب له طهور. نعم، الذي يمشي في الشارع قد يطأ شيئا من النجاسة، فإذا وطئ شيئا من النجاسة فإنه يكفي أن يمر على أرض طاهرة ويمشي عليها فيتطهر بذلك بظاهر النعل، وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى، ولا يحتاج إلى غسل. نعم. وفي لفظ: إذا وطئ أحدكم الأذى بخفيه فطهورهما التراب.
وقال في ذيول النساء إذا أصابت أرضا طاهرة بعد أرض خبيثة تلك بتلك قال يطهره ما بعده. نعم هذا عام في كل الملبوسات من الثياب والخفاف والنعال أنها إذا وطئت شيئا من النجاسة فإنه يكفي مرورها على الأرض الطاهرة فتطهر بذلك، وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى. نعم أحسن الله إليكم معالي الشيخ. إلى هنا نأتي إلى ختام هذا الدرس من سلسلة دروسنا ومجالسنا في شرح كتاب الحديث لمحمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. نلتقي في الدرس القادم إن شاء الله. هذا يزيد الخير، أترككم في رعاية الله وحفظه. إلى ذلك من حين، والسلام.